من العناوين مشاهدينا إلى التفاصيل، ونبدأها من صحيفة الجريدة والتي جاء فيها 3 قروض ب3.5 مليار دولار للسودان في مفتاح مؤتمر باريس. الفرنسية أمس فعاليات المؤتمر المخصص لدعم وتشجيع الاستثمارات في السودان، وأعلنت باريس عن تقديم قرض تجسيري لسداد متأخرات الخرطوم بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما قدم البنك الدولي قرضا بقيمة 10 مقبلة. أهلا بك من جديد أستاذ أشرف. يعني في البدء لو وقفنا على هذا المؤتمر، من المؤكد هذا المؤتمر هو يعكس حقيقة انفتاح السودان على العالم واندماجه في المجتمع الدولي من جديد. معروف أن السودان كان قد شهد حصارا واسعا نتيجة خطأ لسياسات النظام البائد فيما يتعلق بكثير من الأفكار التي تبناها، وبسببها نال عدد من العقوبات كانت قد تحملها بشكل كبير الشعب السوداني، لأن السودان عاد مجددا إلى حضانة المجتمع الدولي، وبالتأكيد هذه هي الفائدة الكبرى من هذا المؤتمر في الإطار السياسي. أما فيما يتعلق في الإطار الاقتصادي، هذا المؤتمر إلى إعفاء ديونه، وهو معروف أن هذه الديون بلغ عددها حوالي أكثر، في حين أنه كان أصل الدين فقط 17-18 مليار دولار، ولكن نتيجة عدم السداد جعلت هنالك تراكما وجعلتنا حتى نستفيد من بعض الدول الأفريقية اقتصادها الموازي للسودان مثل جيبوتي مثل الصومال ومثل تشاد. إذن هذا كله كان بسبب النظام البائد الذي كان يدفع هذه الأموال في إطار إرضاء البارونات السياسية وفي إطار الحروب التي في ذلك الوقت وامتدت شرقا وقربا وجنوبا حتى انفصل جنوب السودان. نعم. كل ذلك هو للاقتصاد السوداني. هذا المؤتمر في مفتتحه كما أنه حظي السودان بقروض تجسيرية من شأنها أن تخفض ديونه لدى البنك الدولي ولدى صندوق النقد، وكان ذلك كانت هنالك قروض سابقة من قبل الولايات المتحدة الدين. بالتأكيد هذه المحاولات من خلال الاستثمارات ومن خلال التفاعل مع المجتمع الدولي والعالم قرية واحدة. نعم، يعني الأرقام أستاذ أشرف تتحدث عن 30 مليار للسودان حتى في اليوم الأول للمؤتمر بالأمس. يعني بشكل عام كيف تقرأ المؤتمر حتى الآن؟ هو من المؤكد أن دولة السودان هي موزعة ليست على مؤسسة واحدة. صحيح هنالك الديون الأكبر هي لدى نادي باريس، وبالتأكيد نادي باريس يعني فرنسا هي واحدة من الدول المؤثرة فيه. وجود العديد من دول نادي باريس يمكن من إزالة العقبة الكبرى، ولعل ذلك يشير إلى أن هذه التعهدات من المؤكد أنها يمكن أن تزيل الدين الأكبر والأثقل من نادي باريس، كما أن هنالك تعهدات أخرى التي غالبا ستضغط على البنك الدولي من خلال حصتها حتى يستطيع السودان ان يكون ضمن الدول التي يمكن ان تستفيد من مبادره الدول الفقيره المثقله بالديون الهيبك، وكذلك الغاهره غاله تبرعت بمليار دولار فيما يتعلق بمجال الاستثمار. اذا هذه كلها يعني اموال يمكن ان يستفيد منها الاقتصاد السوداني في الفتره القريبه فيما يتعلق باعفاء الديون، وفيما يتعلق بانه يمكن ان يسحب ديون جديده يمكن ان يستفيد منها في مشروعات متعلقه بالبنيه التحتيه، وهذا هو الخطاب وهذا هو ما ورد في الاشاره الذكيه للوزراء عبد الله حمدوي اثناء خطابه للمؤتمر. يعني وزير الماليه الدكتور جبريل ابراهيم استاذ اشرف تحدث واستعرض عدد قابله للاستثمار في السودان في مجالات مثلا الكهرباء والسكه الحديد والنقل والطاقه والبنيه التحتيه وكثير من مجالات الاستثمار. يعني كيف يمكن ان يؤثر هذا المؤتمر الديمقراطي في السودان على يعني مجرى الاستثمار الحقيقي في السودان في مقبل الايام؟ هي الخطوه الاساسيه والمهمه والجوهريه
الاقتصاد الوطني. نعم. ولكن بالتأكيد يعني الحلم لن يتحقق في يوم أو يومين، فبالتأكيد هنالك معدلات للخطة وفقا للمشروعات التي قدمت، يعني ضرورة أن تكون أيضا على الأرض هنالك بيئة ملائمة متعلقة بذلك، خاصة فيما يتعلق بقوانين الاستثمار. نعم. وفيما يتعلق بشأن المستثمرين وغيره يواجه عدد من الإشكالات كما حدث من قبل. نعم. وفيما يتعلق بتوفير الأمن حتى يستطيع المستثمر أن يجد السودان أرضا آمنة بوجه صحيح. نعم. ولكن أيضا حجم التفاؤل لا يجعلنا نغفل أيضا أننا لابد أن نكون جادين وحريصين فيما يتعلق بالوصول إلى هذه الأموال ومخاطبة أصحابها حتى لا تكون هذه فرق. نعم. في مؤتمر برلين كان هنالك تعهدات مغيبة لأصدقاء السودان بحوالي 1,800,000,000,000، حتى الآن لم يستفيد السودان إلا بحوالي 600,000,000 دولار. إذا هذه مسألة تحتاج من المؤسسات المعنية أن تكون جادة في الوصول الذي تم التعهد بها، تقصد تنفيذها على أرض الواقع. نعم. طبعا. نعم. المركزي الدكتور محمد الفاتح زين العابدين أيضا يعني دعا البنوك الفرنسية والأوروبية بشكل عام للاستثمار في السودان في مؤتمر باريس. يعني الآن هناك من يتحدث عن أنه من تفتح البنوك الأوروبية والعالمية أبوابها للتعامل المباشر مع البنوك السودانية. لا، هنالك ملاحظة مهمة أيضا وجوهرية بشكل. نعم. إليه وزير الممثل للخزانة الأمريكية بأن البنوك السودانية ما زالت تحتاج. نعم. إلى أن يعني تكون مواكبة فيما يتعلق بتطورها مع البنوك العالمية. السودان دخل المقاصد الدولية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول. حتى الآن فيما يتعلق بالتحويلات من المغتربين تواجه الإشكالات فيما يتعلق بالنظام المصرفي السوداني. محافظ بنك السودان المركزي هو الرجل الأول المسؤول من أن يقوم ويطلع بهذه المهام بمساعدة وزير المالية حتى تستطيع البنوك السودانية تكون مواكبة للبنوك الدولية، وبالتالي يمكن الاستفادة من كل هذه التحويلات ومن التحويلات ومن فتح آفاق أوسع. شدد وزير أو رئيس الرئيس الفرنسي ماكرون على أهمية تحدث سياسيا أيضا وليس اقتصاديا فقط، تحدث عن أنه المرحلة الانتقالية لابد أن تسمح بتنظيم انتخابات حرة وشفافة في السودان، وأضاف الانتخابات الشفافة طبعا المؤتمر نفسه ضربة معلم من قبل فرنسا ومن قبل ماكرون. نعم. معلوم أنه فرنسا لديها تمدد واسع فيما يتعلق بالدول الفرنسية في غرب افريقيا، كونها فرنسا تتمدد شمالا وتخلق هذا النوع من العلاقه فيما يتعلق بقضيه مفصليه السوداني، هذا يعني فتحت افاق علاقه جديده مع السودان والذي هو اغرب الى شمال صداقه إذن قويه. هذا تمدد جديد. نعم. فرنسا فيما يتعلق ليست متوقفه عند الدول الفرنكفون ولكنها بدات تتمدد يعني تتمدد تجاه دول أخرى هي تقع في شمال الوادي. نعم. في شمال أفريقيا أقصد. منها المشاهدين إلى صحيفة الصيحة، وطبعا في ذات الموضوع مؤتمر باريس حمدوك في مؤتمر باريس لا نريد منحا نريد استثمارات. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في النموذج الذي ورثه من الاستثمار القائم على المواد الخام والعمل على إضافة قيمة لصادراته لأجل تطوير وظائف للشباب للبلد في البلاد. وأضاف حمدوك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس، السودان بلد غني استثمارات. يعني حمدوك حديثه كان واضحا استاذ اشرف بأن السودان بلد غني ويحتاج إلى استثمارات حقيقية وعدد فرص الاستثمار في السودان، وقال إننا يعني ولكن أتينا لاستثمارات حقيقية. كيف تعلق على حديث حمدوك؟ يعني أنا يعني ربما أكون يعني أشطح أكثر، لكن في تقديري حديثه كان واضحا فيما يتعلق إذا تم الاستثمار في السودان والاستفادة من الموارد الضخمة التي يعني والكنوز في أراضيه أوروبا حتى من الهجرة غير الشرعية، لأنه عدم وجود توفر عمالة وفرص في بعض الدول الأفريقية يعني التفكير من قبل بعض الشباب الذهاب إلى أوروبا بأي وسائل من السبل.
وفي كثير وفي ذلك يقع عدد من الضحايا، وأوروبا أيضا تعاني من ذلك. فبالتالي أوروبا كانت لديها أيضا محاولات للاستفادة من إيقاف مسألة الهجرة غير الشرعية في داخل السودان، باعتبار أن السودان هو بوابة لكثير من الدول، لأنه يطاقم عدد من الدول الأفريقية التي عبرها يتم العبور الأول للبحر الأبيض المتوسط. ذكية في أن يمكن الاستفادة من المستثمرين فيما يتعلق بالبنية التحتية، واستيعاب أكبر قدر من الشباب، وهذا يعني أن هنالك توطينا بالنسبة للشباب وتوفير ماله، وهو ما يمنع حتى الهجرة غير الشرعية التي تؤرق أوروبا لحد كبير. نعم، الرئيس بأن الحكومة الانتقالية اتخذت إجراءات وإصلاحات اقتصادية جريئة، وقال أيضا بأن هذه الإجراءات والإصلاحات ستستمر رغم التحديات. برأيك ما هي التحديات التي يعني ألمح إليها حمدوك، وهل نتوقع قرارات جريئة كما ذكر في مقبل الأيام؟ أن ينالها السودان إذا قام بكل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي يتطلبها صندوق النقد الدولي. معلوم أنه بين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وبين حمدوك ومجموعته وبين الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ هذه الخطة، ولكن الآن واضح جدا أن هذه الخطة بدأ إنفاذها، وهذه التحديات نحسها نحن كمواطنين فيما يتعلق بالزيادة التي طرأت على الكهرباء، بقية بعد الخدمات التي كانت الحكومة تقوم بدعمها، حتى الخبز نفسه هناك إجراءات واضحة فيه. إذن ستكون هنالك إجراءات أكثر بهذه السياسات، باعتبار أن الحكومة من المفترض أن ترفع الدعم عن كل المواد التي كانت تدعمها من قبل، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على المواطن. بالتأكيد هذا هو التحدي الذي يقصده. في مقابله لازم يكون في هنالك استثمار حتى سعر الصرف، وبالتالي المواطن في المستقبل القريب يمكن أن يرى بشريات النجاح وتعافي الاقتصاد، وهذا يمكن أن يكون مفيد لكل الأجيال المستقبلية. مشاهدينا إلى صحيفة السودان الدولية، والتي نطالع منها وزير الاستثمار توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في مجال التعدين ب 350 مليون دولار. كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور الهادي محمد إبراهيم في تصريح عن توقيع وزارة الاستثمار خلال مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان مذكرة تفاهم مع شركة أروغا في حدود 350 مليون دولار للاستثمار في مجال التعدين. وأشار إلى أن هنالك مذكرات تفاهم مطروحة لوزارة الطاقة مع شركة سيمنز للطاقة الشمسية في حدود 2 رئيس بنك الاستيراد والتصدير الافريقي طرح للمستثمرين 700 مليون دولار تمويلا لمشاريع الطاقه والاتصالات. يعني وزير الاستثمار قال بانهم يعني وقعوا مذكره تفاهم للاستثمار في مجال التعدين بلغ 350 مليون دولار، اذا السودان يعني موعود بمشاريع استثماريه كبيره. هو بالنسبه لفرنسا يعني هي لديها تجارب سابقة فيما يتعلق بالاستثمار في التعدين في السودان، وهنالك شركة أرياب وما إلى ذلك فيما يتعلق بالاستثمار في التعدين، وبالتالي هي لديها تجربة وبالتالي دراسات يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة لها من خلال تجربتها السابقة، وهذا ما يعزز. أما في عدم توفر الطاقة الكهربائية يؤثر حتى على أكبر المشاريع التي يمكن أن تستثمر في السودان، المشروعات الزراعية، فهي أيضا تعاني من النقص في الكهرباء، وما زالت هنالك بعضها لم يصله الكهرباء أيضا، فهذه الخطوات تكون جيدة في إطار توفير بيئة ومناخ ملائم للاستثمار في الزراعي والصناعي إذا توفرت الكهرباء بشكل كافي، خاصة وأن الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية هي يمكن أن تكون ناجحة في السودان، لأن الشمس لدينا هي لا تحتاج لحديث. صحيح صحيح، خاصة في مناطق كثيرة. يعني هذا ما كنت أود أن أتحدث معك، جاهزية السودان لاحتضان كل هذه الاستثمارات الكبيرة أستاذ أشرف. يعني الآن الجميع يتوقع بعد مؤتمر باريس أن تأتي البنوك ومختلف شركات من أوروبا ومن دول العالم للاستثمار في السودان. يعني هل السودان مهيئة للاستثمار وأيضا قوانين الاستثمار في السودان، هل تعتقد أنها بحاجة أيضا إلى مزيد من التغييرات؟
في تقدير الطريقة اللي دار بها دائما المسألة المتعلقة بالاستثمار، يعني ينقصها نوع من الجدية في إطار التعامل والاستفادة ودراسة المشروعات بشكل جد. يعني غالبا أنا ممكن أضرب أيضا أمثلة بالنظام البائد. في السابق عندما استطاع النظام عودة علاقته مع محيط دار عليه كثير من المبالغ التي تكون لصالح فائدة السودان ولقيام مشروعات استثمارية حقيقية. إذا قارنا ذلك مع مصر نجد أن المصريين عندما يعني كانت قد عادت علاقتهم بشكل جيد وتطورت مع السعودية، عقدوا مع المستثمرين السعوديين حوالي 128 اجتماع المستوى الاتحادي على مستوى الوزارات الكبرى بينهم. وهذا ما أفضى إلى مشروعات يمكن أن تكون أسهمت بقدر كبير لاستقرار الاقتصاد المصري حتى الآن. دائما هذه المشروعات تعلن أمامنا ونسعى إليها، ولكن في إطار التنفيذ والترتيبات لا تكون الترتيبات محكمة وجيدة. محتاجين معالجة كل الإشكالات التي استثمار، محتاجين إلى توفير البيئة، محتاجين إلى أن يكون هنالك نظاما فيما يتعلق بالتعامل الإداري يسهل على المستثمر الحصول على كل الوثائق التي يريدها والمستندات في ظرف دقائق، وأن يكون التعامل إلكترونيا. كل هذه ممكن والكوادر موجودة، ولكن الإشكالات تتعلق في طريقة المتابعة والرقابة. هنالك تكاسل وهنالك عدم اهتمام بكثير من المنجزات التي تحدث، وفي نهاية الأمر تكون المحصلات ليس بالقدر الذي يريده المواطن. طيب يعني الأرقام إلى الآن أستاذ أشرف تتحدث عن 30 مليار دولار كإعفاءات ومنح، يعني هل تتوقع في اليوم الثاني اليوم أن تستمر هذه الأرقام في التصاعد؟ هو الأصل في المؤتمر من المفترض أن يكون تم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح المحصلة النهائية لهذه الأرقام، ولكن الأصل من قيام المؤتمر نفسه هو إعفاء السودان من لن يحدث في هذا المؤتمر وحده، وستكون هنالك مؤتمرات أخرى، ولكنه يحفز إلى قدر كبير إلى إعفاء كثير من الديون. وأنا قلت أهم هذه الديون هي ديون نادي باريس، وهي صاحبة الدين الأكبر، وكون فرنسا تحتضن هذا المؤتمر بالتأكيد تؤثر على بعض الدول الأوروبية كي تعفي ديونها، وهذه هي الخطوة المهمة والأساسية، لأن هنالك معالجات قد تمت فيما يتعلق بإطار صندوق النقد الدولي بالقرض الفرنسي المليار فاصل 5، وكذلك هنالك القرض التشهيري الذي قدمته الولايات المتحدة من قبل عالج إشكالات البنك الدولي، أو أقصد البنك الدولي عالجته فرنسا والصندوق عالجته الولايات المتحدة، وبريطانيا عالجت مسألة صندوق التنمية الأفريقي البنك الأفريقي. نعم، بالعودة إلى مجال الاستثمار أستاذ أشرف، يعني البعض يرى بأن التحدي الحقيقي يكمن في مدى يعني التزام شركاء السودان في هذا المؤتمر بدعم المشروعات الاستثمارية في السودان. أنت تحدثت من قبل بأنه التحدي الحقيقي أيضا يكمن في التنفيذ على أرض الواقع. الفرصة السياسية هي فرصة جيدة، باعتبار أن المؤتمر نفسه أشار فيه في شقه السياسي ماكرون، لأن فرنسا تتعامل على دعم الانتقال في السودان. في الآونة الأخيرة كانت هنالك زيارة لمبعوث القرن الأفريقي للولايات المتحدة الأمريكية جيفري فيلدمان، أيضا أكد على ذات النحو. كل الزيارات الأخيرة تشير إلى أن السودان بالفعل أصبح يجد تأييدا ودعما سياسيا خارجيا. إذا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لا ينفصل عن الجانب السياسي. النقطة الأساسية والمحورية في هذا الجانب كيف أنت تستفيد من هذه التعهدات وتجعلها جادة، وتقدر تستفيد من المشروعات التي يمكن أن تكون عبر هذه التعهدات عن طريق أن توفر مناخا ملائما للاستثمار. ولعل هذه الإشارة التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في خطابه. نعم، هناك كثير من المشروعات التي تحدث عنها وزير المالية، وتحدث عنها أيضا السيد رئيس مجلس الوزراء. أنا أقصد المشروعات التي أعدها الجانب السوداني في هذه الفعالية مؤتمر باريس، هل تعتقد بأنه هذه المشروعات التي طرحتها الحكومة السودانية مثلا البنى التحتية والطاقة الشمسية والتوليد والكهرباء، هل برأيك هي المشروعات التي تدعم فعلا مجال الاستثمار في السودان؟ هي بالتأكيد هذه هي منصة التأسيس للاستثمار لجذب الاستثمار
العالمي خاصة وأن بدون بنى تحتية بالتأكيد لن يأتي مستثمر إلى السودان، وكذلك بدون توفير للأمن أيضا لن يأتي مستثمر إلى السودان. لا بد من معالجة كل هذه القضايا بتقاطعاتها المختلفة، سواء كانت قضايا سياسية أو قضايا أمنية، حتى نصر أمام الجميع أننا محل اتفاق، خاصة وأن هنالك دعما دوليا فيما يتعلق بالجانب السياسي لحكومة الانتقال. إذن الفرصة مؤاتية والأمل مبشر، ولكن هذه المسألة لا تعني أن هذه التعهدات يمكن أن تنفذ غدا مباشرة ويأتي أكلها تفاحا على المواطنين. فعلى الجميع أن ينظر إلى هذه المسألة من خلال باب التعافي الاقتصادي، لأنه أنا كما تفضلت في أول حديثي أنه كان أصل ديون السودان 18 مليار دولار وتراكمت نتيجة قتل سياسات النظام البائد، وكل ذلك يعني أن الجميع من المفترض أن يسبح، يعني من الجميع ان يحاول ان يعني يرى في هذه النظره في هذا المؤتمر، ان ينظر الى هذا المؤتمر بنظره تفاؤليه. ذكرت الجميع اتفق الان استاذ اشرف بانه هذا المؤتمر يعني الى الان حقق نجاح كبير جدا، ومثل ما قال السيد عبد الله حمدوك باننا لم نتوقع في حديثه للسيد ماكرون الرئيس الفرنسي بأننا جئنا قبل عام ونصف، ولكننا لم نتوقع أن نحصل على كل هذه الإعفاءات وكل هذه الاستثمارات في ظرف هذه الفترة. إلى أي مدى يؤكد أستاذ أشرف نجاح هذا المؤتمر انضمام السودان للأسرة الدولية؟ الزخم الواسع الذي حظي به هذا المؤتمر، كون أن الرئيس ماكرون نفسه تبنى هذا المؤتمر ودعا إليه، والمشاركة الفاعلة من قبل كل المجتمع الدولي، وهذه التعهدات المليارية سواء كان فيما يتعلق بإعفاء الديون أو المشروعات الاستثمارية، والتأكيد على أن هنالك مؤتمرات أخرى يمكن أن تكون على ذات هذا المؤتمر، ويمكن أيضا أن تسهم في مزيد من ضخ الأموال لصالح السودان فيما يتعلق بتعافي اقتصادي. وهذا يعني أن الرجل الأفريقي المريض قد تعافى تماما فيما يتعلق باندماجه مجددا مع المجتمع الدولي، ولم ينظر إليه بالريبة أو لن تطاله عقوبات نتيجة قتل سياسات محددة. نعم، الجميع يتساءل الآن أستاذ أشرف بعد انتهاء هذا المؤتمر ثم ماذا بعد هذا المؤتمر؟ هنالك الكثير، طبعا هذا المؤتمر هو ضربة بداية، هنالك كثير من الإجراءات التي من المفترض أن تطلع بها الحكومة الانتقالية بشأن تحقيق الرفاهية وتحقيق يعني اقتصاد سوداني يمكن أن منتعش، يمكن أن يستفيد منه المواطن مباشرة فيما يتعلق بالخدمات. هذه هي المرحلة الأولى، فبالتأكيد يحتاج السودان إلى السعي مع دول الكبرى في إطار ما يتعلق بمطارات أخرى لإعفاء الديون، وذلك دول لديها ديون أخذها السودان بشكل فردي وليس في إطار مجموعة أو مؤسسة، اليابان مثلا بعض الدول الأخرى تحتاج أيضا إلى مجهودات، والصين وما إلى ذلك، هذه كل الدول تحتاج إلى مجهودات في إطار ما يتعلق بالإعفاء بالدين. أما فيما يتعلق بإطار إنفاذ التحديات التي ذكرها حمدوك بشأن الرشدة القادمة للاقتصاد، فبالتأكيد هذه تحتاج إلى بحث لي يعني تخفيف شدة الوطأة على المواطن السوداني الذي أيضا ما بات أن يتحمل، لأن هذا المؤتمر لن يتنزل عليه بردا وسلاما ويعافي الاقتصاد السوداني تماما. صحيح. خاصة أنا كما ذكرت هذه التعهدات لن تنالها وأنت في مكانك، فهي تحتاج أيضا إلى مجهودات تبذل حتى تحصل عليها. وهذا ما حدث بشأن مؤتمر أصدقاء السودان في برلين. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الجريدة، شكرا لكل هذه القراءات التحليلية في هذه الحلقة. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا، الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة لهذه الحلقة من بعد الطبع، تحياتي وكل فريق العمل، إلى اللقاء.